تشوف كي راه يستهزئ هذا الصحفي بالشعب طوموبيل ما طوموبيل، وجاه رد تمتم تبع راه مصطلح هذه الامور هذه اللي صار المواطن الشعبي حافظها مش فاهمها فقط، يعني فقط يذكرها عندما ياتي مكان ذكرها وعندما لا ياتي، بمعنى انه يخرج برا يصير له مشكل تحبس له السياره يقول لك المشكل في الصحافه. هذا المبدا هذا ما حشي وصلنا، هذه كثقافه في مواطن اولا. ثانيا ربما يجب الاعتراف بأن مستوى الإعلام في الجزائر ربما بعيد كل مستوى، لكن يجب الاعتراف أيضا بأن كل الميادين أيضا بعيدة عن المستوى. لماذا نحمل المسؤولية للإعلام؟ هذه من ناحية. أنا تمنيت أنه في 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 ندوة أو في منتدى الوزير أنه تحثوا على الإعلام عامة وليس على الإعلام الرياضي من ناحية. بون الحاجة الأولى غادي نريبوندي لك أنا، من بعد غادي ريبوندي لك ناصر عامر. الحاجة الأولى إلا ما عجبتك طوموبيل بدلها خويا العزيز. الحاجة الثانية اللي راه كنت باغي تعرفها نتايا، اسكو الصحافة هما المشكل؟ نعم انتو هما المشكل، مشي بالماضي مشي لي جوار، انتو ما اللي طيحتونا. لما انت تقول الإعلامي ماهمش كلهم يعني كيقول إعلامي كان دار 3 أيام ولا 4 أيام تربص ولا إعلامي. المحلل اللي كيفي أنا، شوف انا كنت جيت عندي تلفازه هكذا ونحوس على ما هوليك الثقافه اللي نجيبو لعندي مدرب بمعنى الكلمه لاعب كبير واش راه قابض وزير. هذا الانسان اللي تبحث عنه خاصو ما ينجموش يخلصوا هذو الناس اللي يخدموا يعني لوار سي لو بلون، يجيبوا الناس اللي تكذب على الغاشي وتحرض الغاشي. نورمالمون هتشوف فيا انا والشيخ يعرف مني، انا عندي درجه ثالثه ايطاتيك ماهوش كاف، ليكيفالونس كاف ا، بصح هو يقول لك على احنا 20 سنه باش ديت انا 3 دوغري. تجي انت اليوم محلل في قناه عنده كاف سي، عباك سي كوا كاف سي ولا فاف ان؟ ان ديبيتون سنه اولى ولا سنه ثانيه ابتدائي، وتجيبو انت سي نورمال لو بلاطو هذاك يخسر. علاش يخسر؟ واش تعلم غير السلبي يمدو تما في البلاطو وهذوك يضحكوا ومن بعد كيخرج من البلاطو ولا غير يعطيك الصحه ويا راحه ويزيد يجيب صاحبه. ما ينجمش يجيب عبد الرؤوف ولا يجيب جمال اولمان ولا يجيب لك انحر، ما يجيبهمش هادو، ما يجوهمش يوسف ما يجوهمش، لانه الناس هادو اللي كما قال لي كنا نقصوا في الكونسه ايام لي زونسيان زونترينور 58 و66 هاو يحكي لك مليح كيفاش كنا حنا كنا نسمعوا، حتى ما حضرتلهمش من بعدهم 20 سنه. زيد تبع زيد السنه اولى زيد تبع شرا يقول لهم بهدلهم. اسمع بين قوسين، هناك ناس مع بقاء بالماضي، هناك ناس ضد بقاء بالماضي، هناك ناس تقترح نفسها لتولي المنتخب، هناك ناس ايضا تقترح اسماء اخرى في البلاطوهات من اجل تولي المنتخب ربما لأصدقائهم. الآن الشعب الجزائري يقول بأنه مستقبل المنتخب الوطني عنده علامة استفهام، وإن لم نقول أنها علامة تعجب لهذه الحالة التي نعيشها. تعيين لجنة لمناقشة ربما كل الأسماء المرشحة لتولي زمام المنتخب، هل تراها ربما الحل الأنسب للخروج من هذا النفق الذي دخلنا فيه منذ كأس أمم أفريقيا؟ أكيد يعني أنا قبل ما نلحقوا بقاء ولا الذهاب، أنا بالنسبة لي ماشي هذا هو المهم، بقاء ولا الذهاب، لكن فيه الأهم أنه العلاقة كيفاش يعني، وخاصة أنه يعني إيش فيه. أنا الشيء اللي نتمناه أنه اللي يعني الشيء اللي راه صار، إحنا راح نسرد أفعال ماش نتكلم يعني من مخيلتنا. أنا تمنيت أنه يعني تكون في نهاية العلاقة ولا بقاء العلاقة انه يعني تكون انه ولا تنسوا الفضل بينكم، لانه مهم جدا يكون طابع ودي، انه ما نكسروش خاصه انه باش ما نكسروش العلاقه اللي ما بين هذه القصه الجميله اللي ما بين الناخب الوطني والمنتخب وخاصه الجمهور والاتحاديه. مهم جدا الى فيه، الى كان فيه كسر العلاقه صدقني راح تكون يعني مخلفات، حيكون يورا دي ديغا ابري دي كونسيكونس اللي لازم الناس تتحمل مسؤولية تحف واللي ما يعمد عقبه، بما انه المنتخب والناخب وخاصه المنتخب يهم كل الشعب الجزائري ومصدر سرور للشعب الجزائري. احنا كي يفوز المنتخب تفرح امه يفرح شعبي اكمله. مهم جدا انه نحافظوا على
على هذا المكتسب، لانه ما يختلفوش اثنين المنتخب وخاصه الناخب الوطني ادى مشوار جيد جدا، يعني خرج بالفريق الوطني. ونقول لك ما نقولوش من العدم، لكن كان في مرحله صعبه جدا، لا يمكن انكار الفضل يعني انك تكون يعني في سنه، في السنه الاولى بطل افريقيا، يعني ترجع بالتاج من ارض الكنانه من القاهره من بعد 35 فوز يعني. لكن في ايضا هذه رياضه فيها رابح وخاسر، كانت فيها تعثرات. انه تواصل نقول يواصل الناخب على راس الاتحاديه، مهم جدا ان نعطيه له كل الامكانيات ونخلوه يعني في يقولك في ظروف واجواء حسنه تاع العمل. نعم. نعم. واذا كانت يعني النهايه، انا ما نفضلش انه تكون النهايه بهذه الطريقه، انه ابواق تتكلم من الخارج اللي ليست معنيه، اللي ليست مسيره، كانت تكلمت وصرحت وتكلم كانه هو المسؤول. وايضا انه خاصه انه تكلم ودار في كلام، وخاصه نعم. انه تويتر اللي كان يعني بعد المقابله، انا نظن يعني جاء هدف في نقدر نقول لك مع نقدر نقول لك جاء فلافول يعني تاع الهزيمه، جاء في 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 سياق في سياق الهزيمه. لا كانوا احنا كمسيرين، ما هو هدف هذه الاطراف استاذ الدراوي؟ ربما أنا كي نشوف سقوط شخص مهما كان، لأنه جمال بلماضي سقط، لا يمكن أن يختلف متخاصما في هذا مع المنتخب، ألا ترى ربما بأن هناك ناس كانت تنتظر سقوط هذا الناخب؟ أنا أقول لك أكثر من كانت تنتظر، كانت ناس تقدر برمجة سقوط الناخب. من الناحية الإعلامية كيف سيكون لهم تأثير؟ نعم احنا ربما أنا نمشيو من دوك من دون ذكر الأسماء، افضل من انه ندخل ونذكر الاسماء الخارج عن الوطن اللي تحدث عن الناخب الوطني، واللي داخل الوطن ايضا اللي تحدث عن المنتخب. ما هو هدفهم الاول من تكسير المنتخب وتكسير الناخب الوطني؟ هي شوف فيه اهداف كثيره، نقدر نقول لك الناس اللي من الخارج انه مهم جدا، لانه الرياضه هي واجهه، والرياضه هي قوه ناعمه، قوه دبلوماسيه ناعمه، سيل سوفت باور حاليا، انه الدول تستثمر كثير في الرياضه. يعني ما ينكرش انه النتائج الطيبه اللي كان حدثها جمال بالماضي ما نختلفوش، يعني كانت اسمنت اللي جمع كل الجزائريين في وقت الخلاف. لا. اللي كنا توحدنا مع في كنا فخورين بحمله الرايه، وخاصه بالفوز، لانه هذه الرياضه من مزايا هذا الرياضه ان هي اداه تجمع الشعوب وتمد فخر، وهذا يعني ماشي الا في الجزائر، في سائر العالم. لهذا الشيء في انظمه كثيره استثمرت في الرياضه، حتى الانظمه الفاشيه، موسوليني، هتلر، على حسب اولمبياد برلين معروفه جدا، نعم. خاصه نعم. اللي كان استثمر فيها كثير رياضه، ولا حتى اول مونديال للاوروغواي اللي كان في ماهوش يعني بالصدفه، اللي كان ايضا رياضات انظمه كثيره استثمرت في الرياضه. لكن احنا باش نرجع الى للناخب الوطني، قلنا النتائج الجيده اللي كان جمال بالماضي عملها يعني كانت خدمت كثير. انا بالنسبه لي كانت اكثر من نتائج رياضيه، كانت نتائج اللي مدت فخر، خاصة كانت في وين كان يعني احنا خلات الناس تنفس شويه، خاصة وين كنا يعني في امس الحاجه لهذه. اللي هذا الشيء انا اقول لك صعب جدا، راح صعب جدا، لان اقول لك شوف جمال بالماضي قد اتعب المدربين من بعده، اللي راح تكون يعني انه سقف الضغط كبير راح يكون عليهم. لا ماشي الا تاع الضغط الكيفيه، لانه شوف انا نتكلم انا مانيش كمتتبع، لكن ما رايش يعني ممارس لكرة القدم، لكن كمتتبع كرياضي وخاصة كمسير. شوف شيء الناس يعني تضحك كثير، خاصة في المواقع، انه شوف المدربين اللي كانوا قبل جمال بالماضي اداوا مسوار جيد، انا بقول لك بالنسبة لي عرفوا، لكن ما عرفوش جمال بالماضي الايجابي اللي جابه، انه عرف يعني كيفاش يعمل الخلطة اللي يعني خاصة تاع اللاعبين المحليين، وهو انه هو مختار بدهنية تاع جزائري، كانه من الجروب يعني لا عرف عمل خلطة وصنع روح في هذه المجموعة، وهذه هي الروح اللي حققتها. راح تجيب مدرب اجنبي ما يعرفش الدهنية، ما يعرفش المحيط، راح تكون عنده يسمع كثير لانه ما يعرفش، اطراف كثيرة راح تتدخل، اصحاب المصالح اللي حطموا المنتخب راح يتدخلوا، راح يكون عندهم طرف، راح يتكلموا له على لاعبين، راح يتكلم، كل هذا راح نضيع وقت. صدقني المدرب اجنبي باش يعني يكتشف المحيط، لانه احنا عندنا خصوصيتنا، احنا ما راناش يعني في منتخب افريقي ولا ما راناش في منتخب عربي، احنا منتخب جزائري، اللي فينا فينا واللي لنا علينا. محيطنا فيه وعليه، اللي عليه صعب جدا انك باش يكون ناخب اجنبي، لازم تكون عنده على الاقل سنه
باش راح يشي هذا اللي كان عند علي لوزيج، عطينا له الوقت من بعد خروج في الدور التأقلم. نعم من بعد خروجه في الدور الاول، وحتى يعني شفنا انه كان يعني عنده كان عنده تكبر اكثر من اي ناخب اللي جاز. انا اتذكر في ندوه صحفيه حط يعني الخطه تاعه وسال صحفيين قال مش هذه الخطه يلعب بها، صحفيين سكتوا قالوا ما انتم ما تتكلموا صح ما تعرفوا هذه ما راهش التجاوزات هذيك نسينا لانه احنا عندنا ذاكره نساو. جمال بالماضي ما عملش هذا الشيء، حتى لو كان كان خلافنا مع بعض الاعلاميين بعض الصحافه انا كنت نشوفها يعني بالعين منظره ايجابيه. جزائريين ناخب وطني جزائري صحفي جزائري انه في هذه الحماسه هذا الضغط يكون ايجابي راح يعطي له ايضا نقدر نقول لك دافع باش باش يعمل باش يبذل باش يبذل مجهود. لكن انا اقول لك حاليا انا رساله وتذكر كلامي وعند ما راهوش وقت التغيير لانه احنا رانا في مرحله يعني انت مباشره مع بقاء الناخب الوطني جمال. نعم لانه عندنا تاهل للمونديال المفروض انه اللي عندنا عنده مشوار جيد في فيما يخص المونديال فوزين وايضا كاس افريقيا كشفت لنا انه فيه منتخب متنافس لنا اللي هو قوي جدا وراح يكون يعني خاصه بعد الشيء اللي صار راح يمد نيه باش يتاهلوا للمونديال لانه ما حش يعني يكون تاهل سهل للمونديال لانه هذا الشيء انا نتمنى انه العقل وخاصة الحكمة وخاصة وبالأخص المصلحة العامة مصلحة الوطن. أنا قلت لك الناس كتير تتكلم بالوطنية لكن أنا كي نشوف الأفعال هو عنده وطن يسكن فيه ما عندوش وطن ساكن فيه. هذا هي الفرق ما بين يعني الناس اللي راهي تعطينا دروس في الوطنية وما بين الوطنيين الحقيقيين، لأنه الوطني الحقيقي أنه يضحي بيقول لك بي حتى بأغراضه يضحي بمصلحته الشخصيه لسبيل المصلحه العامه. انا نقول لك حاليا الازمه اللي دخل انه رانا في ازمه ما نغطوش سمت بالغربة. الازمه اللي دخلنا فيها من بعد كاس افريقيا هديه انا نظن ما عندهاش لزمه يعني ما عندهاش سي انيتي لانه شوف منتخب مصر